السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كاين الجديد خوت. حنا في هذا الاوتليت تاع النورث فيس، بغيت نبارطاجي معكم واحد الاثمنه ناقصين شي شويه، حيت كاين هاد الايامات البلاك فريداي، ناقصين شي شويه الثمن. نوريكم الفرق فين كاين. بحال دابا هاد البياس هادي في الاوتليت هنا، يعني في هاد المغازا تاخذها ب 67 اورو، الثمن ديالها اصلي تاخذها ب 67 اورو في الاوتليت. لا ميم شوز في لي تي شورت، تي شورت هذا ما دايرين شويه الثمن، في غير التيكيت. ناخذ هذا البريزيدون مثلا، كيفاش داير الثمن ديالو في الاصلي داير 75، غتاخذو ب 50 اورو. مثلا التيشورت اللي وريتكم قبيله هو من اللور مضروبه فيه ديال نورث فيس، الثمن ديالو الاصلي هو 42 اورو، غتاخذو ب 28 اورو في هاد الاوتليت هذا. كاين بياس مليح الخوت حتى في هاد لي دودون، في هاد لي جيلي، هاد لي دودون تا هما كاين الثمن زوين. مثلا هاد البياسة هادي الثمن الأصلي ديالها 330 أورو، غتاخدها 221 أورو، ولكن الخوت راه بياسة اللهم بارك. كاينه في هاد الكولور، كاينه في المارو، مثلا هاد البياسة هادي كتشوفو فيها الثمن الأصلي ديالها هو 270 أورو، غتاخدها ب 181 أورو. كاين ما يدار الخوت، هو كولور آخر عاوتاني، شو الأورانج والأورانج هالصفر قاعدو كلهم تاخدهم ثمن قليل. مثلا هاد البياسة هادي 85 غتاخدها ب 57 أورو، قبية زوينة. مثلا هاد البياسة هادي الثمن الأصلي ديالها هو 75، غتاخدها ب 50 أورو، وناقص 20 أورو مثلا مازال على قبل البلاك فرايداي. هاد البياسة هادي مثلا مية وثمانين أورو، غتاخدها ب 121 أورو. بياس اللهم بارك زوين. هادي اللي كتشوفوها بحال هكا الشي، هاهي 250 أورو، غتاخدها 175 أورو اللهم بارك. شوفوا معاكم هاد الفارك، هادي الفارك تبارك الله 400 و30 أورو، غتاخدهم 288 أورو. خوتي صراحة الله كاين مي كاين الثمن، وكيرا كاين الكاليتي، كاين بياس زوين اللهم بارك، كاين بياس زوين وكاين الثمن الخوت. مثلا هادي 240 أورو، غتاخدها 161 أورو. بياس زوين، بياس ناضي، ولكن داير الثمن. مثلا هادي اللي كتشوفو فيها هادي
شو تبارك الله كي غليظ هذا راه يشوفك البرد يقلب الدوره 450 تاخذها 302 اورو لي ساكادو لي ساكادو زوينين هادو ونعطوكم فكرة على كل حاجة 90 اورو تاخذو 60 اورو ساكادو 80 اورو تاخذو ب 54 اورو ساكادو زوين ستيلي ود عائلة أنا نشوف هاد السنبة على عندي كما كتشوف هكا خمسة وعشرين أورو صندالة زوينة كاين ما يتشاف الخوت وكاين ما يتصور كاين الثمن 95 أورو تاخذها ب 64 أورو خوتي صراحة الله أثمنة زوينة مثلا هاد جوج بياسات اللي كتشوفو فيهم شتيهم الأزرق والأصفر 280 تاخذها ب 196 أورو هادي الزرقاء 330 تاخذها ب 121 أورو هو كاين الثمن ولكن راه ناقصين لك 100 أورو ناقصين لك 90 أورو سير في القريعة قول لهم ناقصوا لي 90 أورو شوش غيقولوا لك وحاش واش يشوفوا فيك كاع بياس زوينة الخوت مثلا هاد بياسة هادي 320 غتاخدها 214 أورو كاين بياس زوين اللهم بارك كاين الثمن كيما قلت لكم حنا الخوت حنا راه في الدمنوط فيس متنساوناش بالدعم بلي لايك وبلي كومونتير باش يوصلكم ديما الجديد خليناكم فرحة الله السلام عليكم.